انا احباب نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. قبل ما نتطرق لهذا الموضوع هذا ديال الدكتور فايد اللي تذكر فيه يعني نصائح مهمه بزاف للناس اللي خذوا البلا ولا الناس اللي عندهم يعني مضاعفات ولا عندهم اعراض جانبيه خطيره ولا الناس اللي عندهم شلل، يعني هذه النصائح هي بصراحه مفيده للجميع سواء كان الانسان مريض او ما كانش مريض، يعني مفيده بزاف هذه النصائح هذه. قلت لكم قبل ما نتطرقوا لهذه المساله هذه لا باس انني نشير لواحد المساله ديال الفيديو ديال البارح اللي كنت لاحظت على مساله ديال القاء القبض على ذاك الدكتور ولا على ذاك الرئيس، على ذاك الدكتور البيطري الاسم ديالو ألبير بورلا، الاصل ديالو يوناني كما تعرفوا، اللي هو الرئيس التنفيذي ديال شركه فايزر. وقلت بانه القي هذه القبض من طرف البوليس الفيدرالي ديال امريكا الاف بي اي، ولقيت بزاف يعني ديال الناس يعني تعارضوا هذا الخبر، لا خبر غير يعني فيك نيوز، يعني ما عنده حتى شي علاقه بالواقع، ماشي صحيح. ولكن اليوم عاوتاني شفت تعليقات اخرى اللي تتقول بانه فعلا القي عليه القبض ولكن ماشي على المساله ديال الابره، يعني هاد الناس اللي عارضوا هاد المساله ديال القاء القبض عليه يعني ما باغيش يسمعوا بان ديك الابره راه يعني دارت مشاكل بزاف صحيه بزاف ديال عباد الله، ما بغاوش يسمعوا هاد المسائل هذه. بطبيعه الحال كاينين الناس اللي خداو الابره موقع عليهم حتى شي حاجه، يعني الحمد لله مزيان اننا نسمعوا الناس خداوها موقع عليهم حتى شي حاجه، وهادشي اللي كنا يعني اي واحد باغي من هاد المساله هذه ديال الابره هي انه يكون بخير وعلى خير، ماشي يسمع بان الناس تشلوا ولا ماتوا بطبيعه الحال. وفوق من هادشي يعني ما كاين حتى شي واحد غادي يتحمل المسؤوليه ديال هاد المسائل هذه. المهم كما قلنا دائما حنايا ما تنحرضوا حتى شي واحد على انه يعني يدير الابره او ما يديرهاش، لكن فقط يعني بغينا غير نعرفوا الحقيقه ديال هاد المسائل هذه. كما قلت لكم يعني لقينا بزاف ديال المعارضه، لا ما يمكنش هادشي كذوب، انت باغي تجيب مشاهدات، مو كل واحد اش يقول يعني في هاد المساله هذه ديال القاء القبض على الرئيس التنفيذي ديال الشركه ديال فايزر ألبير بورلا. المهم بحال هاد الناس هادو يعني ما شافوش يعني الاخبار يوميا، يعني تنشوفوا اخبار ديال هذا مرض، هذا تشلل، هذا مات، هذا يعني كاين بزاف ديال الاخبار اللي تتبين هاد الاحداث هادي. يعني ما فهمتش انا واش هاد الناس ما تتفرجوش يعني في اليوتيوب، ما تيشوفوش هاد الاخبار، او ما باغينش يعني يشوفوا هاد الاخبار، باغيين يسدوا ودنيهم وما باغينش يعني يعرفوا اش واقع يعني في هاد المسائل هادي. راه ممكن اخوتي يعني نحط لكم فيديو فيه ساعتين فيه فقط يعني غير الشيء اللي وقع لعباد الله، الناس اللي مرضوا، الناس اللي تشلوا، الناس اللي ماتوا، يعني راه هادشي اللي تشوفوه في اليوتيوب، راه بزاف ديال الفيديوهات اللي تقول هاد المسائل هادي. واش هاد الناس كلهم يعني تكذبوا والناس اللي هما كاينين كذلك اللي تعلقوا حتى هما مرض، يعني بزاف ديال الناس ما بقاوش في الحاله ديالهم الطبيعيه، بزاف ديال الناس كاين اللي ولات تيجي في النعاس بزاف، اللي قال لي اخويا وليت تنحس براسي مرخي، ما قادر يعني لا نخدم، ما قادر ندير حتى شي حاجه، العلم انه دار ديك الابره باش انه يمشي للخدمه ديالو، ها هو دابا دار الابره باش يمشي للخدمه ديالو، ها هو يعني ما تيحسش بنفسه يعني مرتاح، ما تيحسش بنفسه يعني كيف ما كان قبل ما يستعمل ديك الابره. المهم ما غاديش نطول عليكم بزاف اخوتي، نخليكم مع الفيديو هذا اللي تنشوفوا بانه فيديو مزيان اللي غادي يقدر يساعد بزاف ديال عباد الله، فيه نصائح مهمه كما قلت لكم ديال الدكتور الفايد اللي ما تيبخلش على عباد الله يعني بالنصائح ديالو، بالنصائح المفيدة بطبيعة الحال. وفي الاخر يعني تنبغي نقول لك الاخوان ديالنا اللي ربما فهموا المساله غلط، يعني راه ما تنحاولش كما قلت لكم انني يعني ملي تنطلق يعني لهاد المواد يعني ديال الابره يعني تنقصد انني يعني نخوف الناس، لانه بزاف شفت بانه كاين بزاف ديال الخوف، والخوف ما خصوش يكون، انسان راه ممكن انه يتجاوز هاد المساله هادي الا تبع بطبيعه الحال النصائح هادي اللي تتكلم عليها الدكتور فايد، راه ممكن انسان انه ان شاء الله يتشافى واللي بخير وعلى خير، والله المستعان على امره. مطولش عليكم بزاف ونخليكم مع هذا الفيديو هذا ديال الدكتور فايد. هذه النصائح لم يقدمها احد في العالم، نصائح ومعلومات ثمينه وقويه ومعلومات جديده، وهي تنفع في جميع الحالات حتى بالنسبه للامراض الاخرى، فهي تنفع بالنسبه لجميع الامراض وليس الجائحه فقط. واول عامل كنا قد تكلمنا عنه رقم واحد هو عامل التغذيه، الذين لديهم مضاعفات خطيرة والذين يحسون بأعراض يعني من الشلل النصفي إلى الشلل الكلي إلى النسيان إلى دوران أشياء على مستوى الجهاز العصبي أو جلطات دماغية أو تخثر الدم أو أشياء، وكيفما كانت هذه المضاعفات يعني حتى لما يحس الشخص بأن جسمه أصبح ثقيل ولديه تنمل في أطرافه ويعني ولا يحس وربما ألم الرأس الحادة وأشياء هكذا،
فلما يحس الشخص بهذه الأعراض أو ويحس بهذه المضاعفات، فأول شيء هو أول عامل النظام الغذائي أن يكون نظام نباتي طبيعي طبخ المنزل، النظام النباتي أن يلتزم بالنظام النباتي، لأن الدسم الحيواني والكوليسترول، لأن اللحوم خطيرة بالنسبة للذين لديهم شلل أو شلل نصفي، اللحوم خطيرة بالنسبة للذين لديهم شلل والذين لديهم جلطة دماغية والذين لديهم يعني أعراض على مستوى الجهاز العصبي والذين لديهم تخثر الدم مشكل على مستوى الدم. اللحوم خطيرة بالنسبة لهذه المضاعفات، اللحوم خطيرة بالنسبة لهذه المضاعفات، فانتبهوا جيدا. يعني النظام النباتي لماذا؟ لأن النبات في بوتاسيوم وفي مضادات الأكسدة وفي ألياف غذائية، يعني وهو النظام الذي يساعد الدورة الدموية، وهو النظام الذي يساعد حتى على يعني استخراج بعض النفايات من الشرايين ومن يعني النفايات الغازية والنفايات الأخرى مثل الهوموسيستين مثل الأشياء التي تتراكم. النظام أن يكون نظام غذائي نباتي، وتجنبوا المصبرات والمصنعات لأن في مضافات غذائية ربما تزيد من حدة المشكل، وتجنبوا سكر أبيض كذلك بالنسبة للذين لديهم نسيان أو دوران أو شيء على مستوى الجهاز العصبي. النظام الغذائي يبقى يعني هو العامل المهم في كل هذه الأشياء، أن يكون النظام النباتي طبخ المنزل بزيت الزيتون، هذا عامل لا بد منه. العامل الثاني هو الحركة، الرياضة. الذين لا يقدرون على الرياضة، الذين لديهم شلل أو شلل نصفي لا يقدرون على الرياضة، فممكن ترويض، ممكن ترويض، يقوم بترويض، لا بد من الترويض لأن الدورة الدموية والعضلات لا بد من الترويض فهو يساعد. والعامل الثالث هو كذلك مهم جدا، وهو يعني بعد الرياضة، فهو الصيام أو الجوع. الصيام أو الجوع، الصيام مهم جدا بالنسبة للذين لديهم جلطات وتخثر دم وشلل أو شلل نصفي وحتى الأعراض الأخرى، منها أعراض على مستوى القولون، لأن كثير من الناس لديهم مشكل ألم على مستوى القولون أو يعني في الجهاز الهضمي. ثم الحجامة، والحجامة ضرورية وإجبارية 60,000 مرة، ضرورية وإجبارية بالنسبة للذين لديهم شلل أو شلل نصفي أو جلطات دماغية أو تخثر الدم، جميع هذه الأعراض، والذين لديهم كذلك نسيان يعني أو على يعني دوران أو نسيان أو شيء على مستوى الجهاز العصبي. الحجامة ضرورية وإجبارية، ضرورية وإجبارية بالنسبة لهذه المضاعفات. ثم تبقى الأشياء الأخرى، يعني هذه الأربعة لا بد منها: النظام الغذائي النباتي، والرياضة يعني الحركة، ثم الصيام أو الجوع، ثم الحجامة. هذا ما كان في الفيديو أخوتي، نتلاقى معكم في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.